قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 27/9/2014. الطيران الحربي يشن عدة غارات منذ الصباح الباكر على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. طبعا في هذا المكان غارة منذ قليل ولا تزال الطائرة الحربية في الأجواء، وفي هذا المكان غارة أخرى. قصف بالطيران الحربي على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 27/9/2014.